بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. المبشرون بالجنة، هذه سلسلة في دروس رمضان لهذا العام تتحدث عن المبشرين بالجنة. وإن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها أدخل الجنة. يا رب تكرمنا أن نسمع هذا الكلام. يا أخوان، لماذا صمتم رمضان؟ ولماذا قمتم رمضان؟ ولماذا تريدون أن تحيوا ليلة القدر اليوم؟ ولماذا تتصدقون؟ ولماذا تمتنعون عن الحرام؟ ولماذا تبرون الخلق؟ أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا أن يؤتينا صحفنا بأيماننا، هناك ستسر وتنسى كل تعب تعبته في هذه الدنيا، وتنسى كل شدة نزلت بك بهذه الدنيا. هناك ستنعم ولا تبأس، وتفرح وتسعد ولا تشقى، وتهنأ ولا تتعب. المبشرون بالجنة، هؤلاء المبشرون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بشروا بالجنة لأعمال عملوها. والمتوقع منك، وأنا كنت في أثناء التحضير أبحث عن هذه الأعمال، المتوقع منك إذا سمعت الدرس أن تأخذ هذا العمل من أجل أن تعمل به. إذا استطعت أن تعمل بكل الأعمال منيح، بنصة منيح، بربعة منيح، بواحد منيح، بس المهم لابد أن تعمل عملهم. نسأل الله عز وجل أن نلحق برتبتهم. الحديث اليوم عن سيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. هو عامر ابن عبد الله بن الجراح الملقب بأبي عبيدة، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر. أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كان أول من لقب بأمير الأمراء، طويل القامة، نحيف الجسم، أثرم الثنيتين، مكسورين هذان السنين اللي عنده. ففي غزوة أحد دخلت حلقات مغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزعها أبو عبيدة بثنيته فسقطت ثنيته الأولى. حلقة المغفر فاتت بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، عليت فبدون إيمه، حاول هيك إيمه إيمه ما تنام، أمسكها بالسن وشدة فوعد الثنية الأولى، ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت ثنيته الثانية. قال عنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو يجود بأنفاسه: لو كان حياً لاستخلفته، فإن سألني ربي عنه قلت استخلفت أمين الله وأمين رسوله. وقال عنه سيدنا أبو بكر: إنه الهين اللين الذي إذا ظلم لم يظلم، وإذا أسيء إليه غفر، وإذا قطع وصل، رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين. جاءت بشارة سيدنا أبي عبيدة بن الجراح بالجنة في الحديث الذي مر في أول الدروس: أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وجدت في مناقب سيدنا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه ثلاثة: أولها أمين، هو أمين الأمة. لما قدم عمر بن الخطاب من الشام تلقاه أمراء الجند وعظماء أهل الأرض، فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. عمر إجا بزيارة من المدينة المنورة على الشام. كان أبو عبيدة بن الجراح موجود في الشام، وكان له إمارة في الشام. فإجا عمر قال: وين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: يأتيك الآن. فلما أتاه نزل فاعتنقه،
فقال له سيدنا عمر: اذهب بنا إلى منزلك، خذني على بيتك. أبو عبيدة هو أمير جند فتحة الشام، فقال: وما تصنع؟ شو بدك ببيتي؟ أتريد أن تعصر عينيك علي؟ ترى هلأ بجوز تشوف شغلات يعني تبكي بكاء شديدا. قال: لا بأس. قال: فدخل عمر بيته فلم ير شيئا. قال: أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدا وصحفة وشنا. وطيت هيك لبدة يعني صوفة، وصحفة يعني صحن صغير، وشنا قربة في مي. وأنت أمير، عندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات، يبدو مثل كتبية أو شيء، جاب له هيك كسيرات من الخبز اليابس، فأخذ منها عمر وبكى. قال أبو عبيدة: قد قلت لك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين، ما قلت لك بلا هتجي تشوف بيتي؟ فقال عمر: غرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. المسألة أيها الإخوة في الأمانة العامة، كل صاحب إمارة هو أمين على المكان الموجود به، كل صاحب رتبة هو أمين على المكان الموجود به، كل موظف هو أمين في المكان الموجود به. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله بده يسألك: هل أديت الأمانة أو لم تؤدي؟ المعلم أمين على طلابنا، ونحن بنبعث أولادنا لعنده. والطبيب أمين على المريض، ما أنت بتروح لعند طبيب بيقول لك بدك هيك، بتقول له مثل ما بتريد، بيقول لك بدك عملية، بتقول له خلص إذا أنت بتقول عملية اعمل عملية، بيقول لك بدك تعمل تركب هالجهاز، بتقول له خلص يعني هيك لازم، بيقول لك إيه، بتقول له إيه. الطبيب أمين على هذا المريض، وصاحب الحرفة أمين على الجهاز اللي بنعطيه. شو بيعرفني أنا إذا أعطيته المسجلة يصلح لي إياها؟ شو ساوى فيها؟ أنا بعرف، أنت بتعرف؟ إذا بعد جبته مشان يصلح البراد، أنت بتعرف شو اشتغل؟ والله ما بعرف. هو أمين. والموظف يا أخوان أمين على هذا المراجع. يعني الموظف المراجع ما بيعرف، بيقول له في عندي هالطلب، بيقول له روح جيب لي طوابع، ما بيعرف، بيروح بجيب. طلع فيه على المكتب طابق التاسع بيطلع، تعا بعد 3 أيام ما بيعرف، يعني هو بيقول لك خلص زلمي عم بيقول لي رجع بعد 3 أيام، معناتها بعد 3 أيام. وهكذا كلنا أيها الإخوة أمناء على الشيء الذي وكلنا الله تعالى به. بل أنت أمين على الوضوء. هلا شو بيعرفنا وضوءك؟ أنت غسلت وشك بالوضوء لما ما غسلت. وأنت أمين على الصلاة، صليت لما ما صليت. وأنت أمين على الصوم، شربت لك شي كاسة مي بنص النهار لما ما شربت. الدين كله أماني. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. اللي ما في أمانة ما في إيمان. ذكر ابن كثير بتاريخ مدينة دمشق أو بأحداث جرت في مدينة دمشق، يقول هو أو ابن عساكر، يقول بأنه رأى في مسجد دمشق سوارا معلقا في الضوء، كان رجل قد لقيه في سوق دمشق فسأل عنه فلم يأتي أحد، فعلقه في الضوء في السراج. قال: وأنا رأيته لمدة 2 أسبوع ثم جاء صاحبه فأخذه. يا لطيف، السوار الذهب معلقة بهالترية تبع الجامع الأموي 2 أسبوع، ما حدا مد إيده عليها، مو لإلي ولا لهالأستاذ ولا لهالأستاذ ولا لهالأستاذ، ما حدا. ويفوتوا الناس وبتطلع الصغير والكبير
والشيخ والموظف والعامل والحداد والنجار والطورنجي مو إلي هي الإسوارة. بعد أسبوعين إجا صاحبها، يعني انتقل الحديث إنه في إسوارة معلقة في إسوارة، إجا صاحبها أخذها. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له؟ يا أخوان، إذا هذا المسلم ما بيتخلق بخلق سيدنا أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، كلنا تعرض علينا أشياء بإمكاننا أن نعتدي فيها على الحقوق. بس الله عز وجل لا يجيز لنا، وإيماننا لا يجيز لنا، والأمن يساوي الإيمان يساوي الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية قيل في سبب نزولها قصة عجيبة، القصة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وكان في الكعبة 360 صنما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظف الكعبة من الأصنام، وكان مفتاح الكعبة مع قريش. قريش كانت تتباهى بسدانة الكعبة، خدمة الكعبة، وبإطعام الحجاج، وبسقي ماء زمزم، وكانت سدانة الكعبة مع عثمان بن طلحة من بني شيبة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ذهب عثمان إلى بيته وأغلق عليه على نفسه الباب، وكان مشركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلبوا لي المفتاح من عثمان. فذهب إليه سيدنا علي وقال: يا عثمان، أعطنا المفتاح. قال: لا أعطيك. قال: أعطني المفتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو علمت أنه رسول الله ما منعته المفتاح. فلوى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يد عثمان: شو ما بدك تعطيني إياه؟ سيدنا علي بزماناته حامل باب خيبر، لوى له إيده هيك وأخذ المفتاح ومضى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقه عثمان. فقال: يا محمد، أغصبا هيك؟ قال: بل عارية مردودة. عيرنا يا أم، رجعوا. فتحت الكعبة، أخرجت الأصنام، نظفت، صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: المفتاح يا محمد. خلص، هات المفتاح. لا، بدي اياك تتخيل المشهد. مفتاح أشرف بيت وضع للناس للعبادة، تخيل يكون بيدي مشرك. والآن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهو المنتصر، وهو النبي، وهو من تربى على عرش القلوب وعرش الأبدان، وبيجي هذا المشرك يقول له: هات المفتاح. تخيلوا أنه جامع دك الباب يكون مفتاحه مع واحد مشرك. كل ما بدنا نصلي الظهر نروح لعنده على الباب، ندق الباب، قال له: إذا سمحت والله بدهم يصلوا الشباب. نفتح هيك، بنصلي، بنرجع بنعطيه المفتاح. هلا ما عم نحكي عن جامع دك الباب، نحن عم نحكي عن الكعبة. قال العباس: يا ابن أخي، اجمع لي السقاية والسدانة. بنو عبد المطلب كانوا هن يسقوا الحجاج من زمزم. قال لهم: نحن عيلتك، اجمع لنا، أعطيني هالمفتاح عشان نصير نحن عيلتنا تصير خدام الكعبة. فمنجمع السدانة مع السقاية، هذا شرف كبير. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل جبينه يتفصد عرقا، فعلمنا أنه يوحى إليه. فأنزل الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنت قلت له عارية مردودة، رجع له إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عثمان؟ أعطوه المفتاح. فسيدنا علي أخذ مفتاحه وراح، قال: يا عثمان، هاك المفتاح، لقد أنزل الله فيك قرآنا من فوق سبع سماوات، الله قال: رجع لك الأمانة تبعك. قال: في أنزل القرآن. فقرأ عليه الآية فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شو الزلمه لواحد مشرك بتعطيه ومفتاح أشرف بيت؟ بس هذا هو الدين يا أخوان، هذا هو الإسلام، هذا هو القرآن. هاي هي البشارة بالجنة، هاي هي طريق الجنة، هذا هو الخط الذي تمشي به. والحمد لله، الحمد لله يا أخوان، أكثر من في هذا البلد عنده هذه الأمانة.
والله أنا مرات يأتيني شباب ويأتيني رجال وتتصل نساء يسألونني أسئلة يعني معنية بأنه رد حقوقي إلى أصحابها، شيء غريب عجيب. يعني بقول منين جاب هالسؤال الزلمة؟ بس هو عم يسأل عن نفسه، يريد أن يؤدي حقوق العباد. مرة هون بهالجامعة، أنتم بتعرفوا في مرات بعض الموظفين تبع المالية بينزلوا بيحضروا صلاة الجمعة، صلاة الظهر، وبيقعد مرات بيسمع هالدرس العشر دقائق. بقى بيجي واحد بيناتهم بيقول لي استاذ، هو حسب انه هلا هو بينزل نص ساعه بالجمعه 52 اسبوع ضرب نص ساعه، هذول بيطلعوا 25 ساعه. 25 ساعه اذا كل يوم كان ست ساعات دوام، 25 تقسيم 6، هذول بيطلعوا 4 ايام دوام. يوم الدوام معاشه مثلا 2000 3000 ورقه، 4 ايام هذول 8000 10000 ورقه المجموع. انه انا استاذ مو لازم اتصدق بهذا؟ والله عم يحسب، هذا عم يحضر درس، عم يجي على الجامع عم يحسب انه انا هذا المال مو لي، هذا مال عام وانا هون لمصلحه خاصه. منين يعني فكر هذا التفكير؟ شيء عجيب. مره فتاه، والله غريبه عجيبه هالبنت، ارسلت سؤالا، قال هي طالبه جامعه وبتدرس دروس خصوصي وبتاخذ أجر على الساعة، مثلا بتدرس لغة عربية بتاخذ على الساعة 5000، بتدرس ما بعرف شو بتاخذ 7000. قلت له طيب، قال الأستاذ أنا لما الطالب بدرسه بعد ما أعطيه المعلومة مشان أعرفه فهم أو ما فهم، بعطيه سؤال، بكتب له سؤال أو سؤالين بقول له يلا جاوب عليهم. بقى هلا أنا بدي استنى لبين ما يجاوب شي دقيقتين ثلاثة أربعة. قلت له إيه؟ قال أنا بكون جايبة معي كتبي تبع الجامعة، فبقرأ كتبي الجامعة. هدول أستاذ 3 دقايق 4 دقايق إنه أنا بجوز أخذ أجرتهم، لأن ما لازم أحسم لهم أصحابين البيت. والله بعمري ما خطرت لبالي يا أخوان، شو هالإسلام، شو هالدين، شو هالقرآن، شو هالإيمان، شو هالليلة القدر، شو هالرمضان، شو هال شلون الإنسان بصير بيحاسب حاله على شغلات ما بتخطر لبالك؟ هذا هو الدين وهذا هو طريق الجنة. إذا أردنا يا أخوان نكون من أهل الجنة لازم نكون مثل سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة. أنا سأكتفي بهذا القدر، لنتابع إن شاء الله تعالى غدا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.